انعكست التظاهرات التي خرجت في أغلب المدن العراقية على الحياة الاجتماعية وبالأخص في مجال المسرح، فأغلب العروض المسرحية الهادفة أصبحت تجسد التظاهرات من خلال أعمالها الفنية والتي تتحدث عن شباب اليوم والذين يحاولون الوصول إلى حقوقهم المشروعة. نقدم مسرحية موجز الأبناء من تأليف سعادة الدابي ومن إخراجي. تحدث المسرحية عن شباب اليوم يريدون أن يصلون إلى حقوقهم بعد تخرجهم، يبحثون عن التعيين وعن المجالات الأخرى في حياتهم لكي يتحقق، ولرى أن في انتفاضة شبابنا اليوم بعد التخرج ماذا يفعلون، يريدون أن يصلون إلى ما هم عليه اليوم. عرض مسرحي من محافظة كركوك حمل رسالتين، الأولى إلى المتظاهرين بأن أبناء كركوك معهم في تظاهراتهم السلمية، والثانية إلى السياسيين. احنا قدمنا ساحة التحرير باللغة الكردية، النص من تأليف الأستاذ سعد الهذابي إخراج قاسم غمقين، فاحنا انطينا معاناة شبابنا ببغداد، فهذا رسالة لهم، احنا وياكم واحنا مع كل الشعب العراقي عربا وكردا وتركمانا والأقليم همينة. وتستمر التظاهرات في أغلب المدن العراقية للمطالبة بالإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد وإيجاد فرص عمل والقضاء على ظاهرة المحاصصة وإنهاء ظاهرة التحزب الطائفي الذي دمر البلد. عدنان جافة، ظاهرة التغيير، كركوك.